حجتيت قلبي فيك. وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لوم، ويا ويلك لك انتي مضمون يلعبوا بيك. طريقي طويل وانا غادي فيه وحيد، جرح قديم وجرح جديد قلبي فيك. وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لون، ويا ويلك لك انتي مضمون يلعبوا بيك. والدنيا فيني باسلة، مليتها كاملة، ونار في قلبي شاملة، ولا من يطفيني. صباح الخير الحاج، على سلامة. الله يسلمك يا بنتي. خبري غيتا وفؤاد بلي عندنا اجتماع دابا. وليني راه غيتا باقا ما جات. عيطي لها. واخا الحاج، تبغي نعطيك شي حاجة تشربها؟ واخا جيبي لي قهوة. واخا. السلام عليكم. هذه اول مره غادي ندير فيديو، سمحوا لي الا ما كنتش كنعرف نهضر. بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الحب ديالكم. ما عمرني ما كنت كنتخيل بلي واحد النهار غيوليو كيبغيوني ناس اللي ما كنعرفهمش وما كيعرفونيش. بغيت نطلب منكم حاجه اخرى. عرفتوا بلي صحاب البرنامج جراو عليا، هاد الايام عندي شي مشاكل اللي اثروا عليا بزاف وما خلاونيش نقدر نركز. المهم انا نعاود لكم المشكل ديالي وقولوا لي حتى نتوما شنو ندير. انا واحد النهار تشفر لي التليفون ديالي، وهذاك اللي شفر التليفون لقى فيه شي تصاور. و عادي اي وحده فينا بنت كتقدر ملي تكون بوحديتها وفرحانه براسها كتصور تصاور بحال هكاك. موجد دوك التصاور اللي عندي بدلهم شويه فوتوشوب وصوب بهم فيديو. المهم نتوما راكم فهمتوني بلا ما نقول لكم شنو دار. صيفط ليا لا فيديو قال لي الا ما بغيتينيش اللوحه وتشوهي غادي تعطيني 5 مليون. انا واخا تشوفوني بحال هكا في التلفازه وكنلبس شويه مزيان، ولكن انا غير لمياء بنت العياشي، شي فور ديال رموك فحالناش. انا واخا يكونوا عندي هاد الفلوس ما غاديش نعطيهم ليه، حيت اي واحد فينا خاصو
خصو يكون حر ويقدر يدير داكشي اللي بغا. وانا اليوم قررت واحد القرار، ماشي هو اللي غادي يلوح هاد لا فيديو، انا اللي غادي نلوحها. اش كديري على داك الفيديو ديال انا؟ اش كديري؟ واش حماقيتي؟ عطيني التليفون عافاك خليني نلوح هاد لا فيديو باش نتهنى. واش انتي حماقيتي ولا تسطيتي ولا شنو طرى لعقلك؟ عرفتي الا فلحتي هاد الفيديو شنو غادي يوقع؟ شي سوق اللي بغى يوقع يوقع. والله الا انتي حمقى، واش وصلتي لهاد المرحله هادي؟ عرفتي الا مشيتي تلحتي ديك الفيديو بعدا غادي تشوي اكبر تشويها وغادي يجريو عليك من المسابقه. انا ما بقات كتهمني هنا مسابقه لا والو، المهم انا نكون مرتاحه. انا بنت زاهيه والعياشي، كنت هانيه في دارنا مع والديا، ما عندي حتى شي مشكل. قلت شنو غادي ندير باش نشارك البرنامج؟ سخن عليا راسي وهزيت ساكي وجيت هنا وجبت لراسي صداع المشاكل. لمياء دابا انت راه وصلتي لواحد المرحله اللي صافي قربتي للفينال، ماشي حتى دابا وغادي تفضحي راسك هاد الفضيحه هادي. سمع فاك عطيني داك الضوء اللي كتعطيني ديال النعاس. يلا وزيد معاها، واش باغا تخرجي على راسك؟ واش فيما ما يكون عندك ما يدار تبلعي شي حبه ديال هذاك الدواء ديال النعاس؟ عافاك ابتسام اخر مره غادي نعطيه لك، ولكن توعديني ما غاديش تلوحي الفيديو. وعد شوفي انا راه واخا يلا عرفتك راه وليت كنحسبك بحال اختي وباغي نشوفك غير مزيان. انتي بحال اختي، شكرا بزاف ابتسام. بون الشركه ديالنا اختارت الاتجاه الصعيب وهو اننا غنلاقيو بين الاسلوب التقليدي المغربي مع الاسلوب الغربي، وهذا الشيء سواء في العقار سواء في الاتات. يعني انا حاسس بهذه القضيه وشعر بها باننا خدينا طريق اللي كتختلف على اغلب الشركات في هذا المجال. اذا على لاغيتار خصنا ناخذوا هذا الشيء بجديه وناخذوه بعين الاعتبار في المعرض اللي غيدار. ها ولا بدا طبعا. انا نقول معكم بصراحه في الكلمه اللي غادي نلقي قدام الوزير غنقول كل شيء، غادي نقول اش كاين، لان هذا القطاع مهمش ومهمش مزيان والناس واكله فيه العصا. الحرفيين ديال العروبيات كيخرجوا من يديهم الذهب، حرفيه ديال بصح، ولكن اش غنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله. سمحوا لي دخلتكم شويه في السياسه واخا هي بعيده عليكم. اسمح لي ليش. الو الو غيتا، شكون انت؟ شويه عليك باش نقدر نتفاهم. قول لي بعدا شكون انت؟ انا واحد بنادم عنده واحد الفيديو ديال شي واحد تيهمك بزاف، والله الا فاش داك الفيديو كاع ما قدرت نكمله. الفلوس تعجبوني الناس اللي تيفهموها وهي طايره. شنو في هذا الفيديو؟ صيفطوا لي نشوف. الو الو تبقى تجمع صاحبي داكشي ديالو فاز هذاك. معليش جات معاك قالت لي نصيفط ليها الفيديو عاد صيفط لينا الفلوس. لا 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 ما
غتصيفطوش ليها، غتصيفطو ليها ساعه المكانيك ديال البوليس واقفه لينا هنا. هاد البوليس كاع شنو غيدير لي انا؟ ها هو عارفني انا اللي صيفطتها له، تما يجي فين يوصل ليا حتى نكون انا لحتها. والله انا مشيت نزفو عندنا البوليس ما بقى عندك ما تلوح. شنو بغيتي انا نديرو؟ والله ما عرفت بالله، عاد كان مخي يفكر فيها مزيان. بان لي هادشي ما وقفش على رجلي، الا كنتي خايف انت خليني انا نتكلم. علال واش انت مريض؟ واش حاجه ونصب على بنادم؟ انت واش اول مره غنديروها؟ وانت هادو ناس اخرين، هادو ناس واصلين، شي هادو لعبوا معاهم هاد اللعب، غتلقاصك سميتك سميت باك على جابوك. ويسولوك انت على باك، انا با ميت. الله يرحمه ويوسع عليه، خليني نفكر في البلان. ما عرفتش اش غندير. ما عندك ما ديري، الا غادي غير كونسونطراسيون ديالك خليه يبقى يعيط حتى هي وينسى. بحال هادو كاع ما كينساو، خصها لا تكون شي حاجه خايبه. قلتيها للحاج؟ اويلي علاه نقولها للحاج؟ عندك تمشي تقولها ليه؟ لا ما نقولهاش ليه، انا غير سولتك. انا اصلا كنت باغي نقول لك حتى واحد ما خصو يعرف هادشي، حتى نلقاو ليه الحل. الحل هو البوليس. شنو زعما تقولها للبوليس؟ وشنو؟ غنبقاو جالسين حتى تجينا شي مصيبه؟ ولكن هاد الفيديو فيه شي حاجه عليك خايبه. بحالاش؟ ما عرفتش اي حاجه. واحد ما حملناش راه تنتظري منه اي حاجه، يقدر يمشي للشونتي يصور فيديو ويلوح عنده 70,000 حاجه من يشدك. داك الساعه انت لا تكوني نادمه. وباين متاكد من نفسه. عندك الحق، تقدر تكون عنده شي حاجه بحال هكا. يلا ما نتعطلوش على الحاج باش ما يشكش. يلا. وتشرفونا في المعرض كيف كنديروا كل عام. ياك أستيكا؟ اللي حاشمنا السيد نتك. بارك الله فيك. دونك شكرا، وإلا احتاجتوني في شي حاجة أنا موجود. ريتا مالك؟ ملي دخلنا الاجتماع وانت ماشي هي هذيك، ما عجبانيش. لا والو بابا، غير عيط لي يوسف وخرجت ندوي معاه. سمعي نقول لك بنتي ريتا، انا راه كنعرفك اكثر من اي واحد في هاد الدنيا. ملي كتكوني فرحانه راه انا كنكون فرحان، والعكس صحيح. لهذا قولي لي شنو كاين مالك؟ انا بابا مزيانه، ماشي حاجه مع يوسف، داكشي ديال كل نهار وصافي. هذاك الراجل عندك راه كنز، خصك تحافظي عليه وتهلاي فيه. حقيقه حنا رجال شويه انانيين، كنبغيو المراه تقابلنا غير بوحدنا. ولكن نقول لك يا بنتي، ما تخليش الشركة تدهيك على دارك. ما تخافش يا بابا، انت الله يخليك لينا. الله يرضي عليك. باقي شي واحد؟ لا، غير واحد واحد الرونديفو ولكن مازال ما جا، هو في الطريق. اعتذري له عافاك، قولي له غدا ان شاء الله. اوكي عين واحد شويه. كما تشوف مرحبا بك، اليوم البرايم والمنافسه قويه ما بينك وما بين الباتر. كنتمنى انك تكون في المستوى. باتر صافا صافا، ما تلعبها مالك؟
اخبارك؟ والو راه تبلبل ابتسام. ما فراسي والو، شنو واقع؟ اللجنه قال لك غيهزوا واحد من كل سيل. يعني انت ولا كاماتشو؟ حتى انا ما كاين لا كاماتشو لا والو. بصراحه الا جينا نشوفوا الطراكات ديالك انت احسن من كاماتشو. هي ما بقاتش في الطراكات، انا غنوريك اللعب ديال لاستراتيجي. لاستراتيجي لاستراتيجي ما فهمتش كيفاش هاد لاستراتيجي عاوتاني. دابا انت باقا كيتصحاب لك لك انا عندك الصوت، راك غدوز وغتربع، راه يقدروا في اي لحظه يديروا لك شي بلان وغتجمع يساكك وغترجع للمرلفس. دابا مالك جالس كتخلع فيا؟ شوف عندي واحد البلان نقي غنديرو الكاماتش، ما يلقاش حتى الصوت باش يغني. نقطة واحدة غادي يقلبها صواميت. شي انتي براسك الا ما درتيهاش للمياء راه باغينها اللجنة وباغيها الجمهور ومشهورة. الا ما درتيش لها شي بلان وجدي الباليزة ديال قبل ما تطلعي للبرايم. عندي حنان عافاك بغيت تسكاني لي هاد لي دوكيومون وصيفطهم لي باغ ميل. واخا اوكي تبغي نقاد لك الارضيه ديال المقال اللي غتخدمي عليه ونحط لك اهم النقاط. عرفتي اللي درتي معايا هاد القضيه هادي ما نساش لك خيرك. ما تقوليش بحال هكا، صراحه شرف ليا نتعامل معاك. وكتمنوا لي تفهمتوا بجوج، علاش ما تاخذوش صفحه ديال حوادث المجتمع؟ والله الا فكره ما بيهاش حنان تبارك الله اليمون زوين. عرفتي كتفكريني غير فراسي فاش النهار الاول جيت نخدم هنايا. صراحه الواحد راه معاك كيتعلم مزيان. مريم ري تري جينيروز، ما تخبي لك حتى شي حاجه، ولا بقيتي معها تعلمي منها بزاف د الحوايج. الا احتاجتي اي حاجه اجي عندي ما تحشميش. صافي الله يخطيك عليا اختي مريم. مشينا حبيبه بسلامه، حتى الغدا ان شاء الله. سلام. الحاج هذاك البروجي ديال المحمديه خصنا نبدلو النوتير. عندي واحد الاقتراح ما عرفتش واش غيعجبك ولا لا. شنو هو لبنى هادو بلا مشطراجي بنتي غيتا؟ مالك ما ماليش يا بابا؟ لا لا كاينه شي حاجه ما عجبانيش انا. راه باباك قولي لي شنو كاين. واش انا تصرفت شي تصرف ماشي هو هذاك وانا ما فخباريش؟ بابا انا راه كنتهول عليك ولكن ماشي هذا هو السبب. شنو هو السبب؟ ادم. مالو ادم؟ هاد اليومات ولا كيتعصب بزاف. المديره في المدرسه قالت لي خصو يشوف طبيب نفساني.
وانا ما بقيتش عارفه شنو ندير. بابا كيفشو بزاف وانا كنبغي يتحمل المسؤوليه، ويمكن هاد التناقض بيناتنا هو اللي خلاه يمرض. اذا لا هاد القبال المشكل ماشي في ادم. صح، مشكل فينا احنا. تسمع بنتي، ملي كنعرفوا فين كاين المشكل كيسهل علينا نلقاو الحل، ولا لا؟ يمكن بابا من الاول الاختيار كان غلط. الله يهديك، ما تقوليش هكا. هدى الوزاني. شكون هادي؟ هي النوطيغ اللي قلت لك عليها. مزيان. هلا هلا عرفت عرفت عرفت. مشغول في داري نخرج من الخدمه ونتصل بك. اوكي صافي الان نتصل بك. بسلام. معلم الا شافتنا ما بقيناش نعيطوا ليها غتقول هادو غير تيتفلاو. وخليها تقول لي بغات. كيفاش تقول لي بغات؟ حنا علاش تنديروا هادشي كامل؟ وما دابا تنبسط راسك شنو بغيتي؟ والو، بغيت نعيط ليها، بغيتها تدبر لي على شويه ديال الفلوس. الشباب فين وصلتوا؟ وحنا غاديين اخويا كنقاصوا، واحد شويه اللوص يكون كلشي هو هذاك. حاولوا تسربيوها كريم، تليفوني راه ما سكتش، البزنازه كلشي كيتسنى الزعلوله. البزنازه تيتسناو الزعلوله وانا تنتسنى شي افونس. هذا وكان افونس ضربها على حسابي انا، بالك من عندي. ومن الخدمه غاديه مزيانه انا عارضه عليكم، ديروا شي سهره واعره وعلى حسابي. يلا كملوا تتلحقوا عليا. العز عرفتي باش يعجبني هذا الوليد، ما عندوش مشكل مع الفلوس، تقول له اه تيقول لك هاك. هو تيقول لك هاك وانت حاكتي لينا المسمنه 1000 ريال حاكتيها. قلبها قلبها. هادو مالهم كيشوفو فيا بحال هكا؟ شكون كيشوفو؟ هي كتشوف فيا وهذا كيشوف فيا، شنو واقع؟ لا مي راه خصك تحبسي داك الدوار، قالت لي ابتسام وليتي كتاخذيه بلا قياس، راه هو اللي كيبقى يدير لك بحال هكا. نويتيني؟ راك انت اللي خلعتيني، واش كاين شي واحد كياخذ الدواء بهذيك الطريقة؟ راه غتبقاي ديري بزاف ديال الحوايج وغتنسي، أنا الوالدة واقع عليا هادشي. صافي خويا من اليوم ما بقيتش غناخذو. عندي بنتي هنايا وعندي حق ندخل نشوفها. با مالك اش كدير هنا؟ باغا تقتلني ياك؟ علاش شنو درت؟ شنو درتي؟ كتخرجي فيا عينك بوجهك حمر ها؟ وانتي حاطة فيديو فرحانة به ها؟ بحال إلا ما عندك والدين، علاش تحشمي على وجههم؟ ها؟ ولا تحتارميهم؟ اش من فيديو با؟ واش الغنى توا ولا عيب ولا شنو؟ الغنى قلنا ما كاين باس، حنينا راسنا، ولكن باش تحطي لي المسخ وفرحانه انا ما رضاش. ما فهمت ابو شنو با؟ والله با ما انا اللي حطيت هاد الفيديو هاد. با با عافاك با، حن فيا با، عاوني الله يعطيك السر با. راه ملي جيت لهنا وانا كنبكي با عافاك بعافك، حن فيا با الله يعطيك السر. حرام عليهم يديروا لي بحال هكا با. شكون اللي حرام عليه؟ شكون؟ با انا اللي حطيت هذا الفيديو ودابا غادي نمسح. اسمعي لي مزيان، شتي من النهار خرجتي من الدار وعطيتيني بظهرك؟ قلت لك راك غاديه في طريق عوجه. من اليوم ضربي عليا، وعندك المرة الجاية ديري تصويرتي ها؟ وتمشي تقولي لهم راه أنا باك.
باك مات من نهار خرجتي من دارو. بعافك ما تقولش فعلك كبا بعافك عافك غير اسمح لي ابا والله من ما عافك ابا نمسحوا اليوم ابا الله يعطيك الصحه عافك ما تقولش فعلك ابا الله يعطيك الصحه سالينا عافك ابا ما بقى عندك ما تقولي لي سالينا يلا سيري تبعي الطريق اللي عجبتك بعافك بالله يعطيك الصحه ربا تلقي مني با با عافك ابا عافك خلي خلي لمياء بن طالب فوق هذاك دابا راه مع السلامة لمياء بن طالب شنو هو تصريح؟ بعدي مني بعدي مني بركة الو فتيحة ها فتيحة الله يعطيك الستر بلا ما تزيدي عليا واخا اختي عارفة 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 راسي تشوهت فتيحة اختي الله يرحم لك الوالدين بركة اختي غنقطع بركة عليا فين غادا غادا نمشي في حالاتي وفي صراحة غيسيري قبل ما يجريو عليك برنامج هذاك الشيء اللي غندير والله ما كرهتك كون بقيتي معايا حتى الاخر ولكن اش غديري صافي سيري ونسي عليك العالم وطفي تليفونك تي سامحتي خدمي على راسك وتهلاي في راسك حاولي تعمري بلاصتي يا ربي سهل عليك سلامة سلام لمياء انا واحد من المتشبعين المعجبين ديالك المتشبعين ديال البرنامج بغيت نقول لك بخير ما خرجت لا فيديو اللي تبارطاجات في كاع لي ريزو سوسيو وبيتيت خيلي داير البوز دابا طالع في طوندونس بغيت نقول لك باللي ما خصش حاجه تاثر فيك باللي انت بينتي الحقيقه ديال دوك النصاب اللي كيبغيو يحتالوا على بنات الناس ولاد الناس باللي انت قوه من هادشي كامل باللي المتشبعين ديالك بصح شي واحد منهم بغيت نقول لك حنا ديما معاك وكنساندوك وان شاء الله تدي هذا اللقب هذا وبلي هادشي كله ما خصوش ياثر فيك وان شاء الله كل شيء غيدوز بخير وعلى خير وربي معاك تفضل سيد الحاج نقدر عافاك ناخذ شي دقيقه من وقتك ها جلسي هو في صراحة سي الحاج بغيت نقول لك شي هدرة ولكن خفت نوصلها لك بشي طريقة ماشي كيما خصها توصل قولي شنو بغيتي تقولي شو واقع هذاك الاعتداء اللي تعرضتي له ديغنييغمون في الشونتي مالو اللي دارو دارو باش يخليك ما تبقاش تخرج من الدار اها شكون اللي قال لك انت هاد الهضره هذا غير استنتاج بنيتو على شحال من حاجه شفتها وسمعتها هنا في الشركه انت اللي قلتي لي نبقى نحضر لك اي حاجه كتوقع باش ما تتكونش ولكن هو غير استنتاج كما قلت لك يقدر يكون صحيح يقدر يكون غلط انا ما قدرتش نخون الثقه اللي درتي فيا وما قدرتش نسكت قلت لهم نعاود لك هادشي واخا هو الصراحه كنظن ان هاد الناس اللي داروا هادشي ما داروهش باش ياديوك غير باش يخلعوك تقلل من التحركات ديالك وصافي
هستي الحاج ما نقدرش نعود لك شكون دار هادشي بالضبط، حيت تقدر تعرفو تعرفها. معنا هنا وقريبة منك بزاف غيتا. See.